كما تشاهدون أيها المشاهدون الكرام وتسمعون تستمعون أيها المستمعون الكرام عبر إذاعتي إمارات اف ام وإذاعة أبوظبي، تستمعون صوت العيالة ويشارك الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أبناء الوطن في الأهازيج والفنون الشعبية، بينما يتفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتفقد المكونات الأثرية التاريخية لقصر الحصن والمتحف المقام المصاحب لهذا المهرجان. إحدى بنات الوطن تقدم شرحا لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للساحة الداخلية لهذا القصر، ويتجول سموه مع سمو الشيوخ للتعرف على المكونات وكيف تم بناء هذا الحصن الذي يعد شاهدا على قصص النجاح المتفردة التي حققتها دولة الإمارات، كما يصعب التغاضي عن أدق التفاصيل وجماليات هذا البناء العريق، فما يحمله هذا الحصن من براعة معمارية رائعة رسمت أحداث أكثر من قرنين ونصف من الزمن، هي حقيقة تاريخية تستحق الوقوف عندها وتأملها بعمق. زال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيوخ وأبناء الوطن يشاركون في هذه الاحتفالية من خلال المساهمة والمشاركة. في فن العيالة. تتزين الواجهات الخارجية للحصن كما سترون عندما تزورون هذا المكان بدءا من يوم الجمعة الذي سيكون مفتوحا للجميع للمشاهدة، حيث يفتح المهرجان أبوابه للجميع. أيها المشاهدون أيها المستمعون، ستشاهدون الواجهات الخارجية للحصن التي تتزين بمجموعة من الأحجار المرجانية بأسلوب معماري بارع تمت تغطيتها بخلطة خاصة من الجبس تتكون من الجير والرمل المحلي ومسحوق صدف البحر أو ما يسمى في لهجتنا جص البحر. اكتسبت جدران الحصن بفضل الخصائص العاكسة لصدف البحر منظرا متلألئا تحت أشعة الشمس، مما شكل منارة ترحيب وتوجيه للسفن البحرية التي
يعتليها تجار المنطقة خلال رحلاتهم البحرية المتنوعة. الأيام صلبة والهمم ما تنكسر، يلفت فعلها كل عين خايلة، عمار يا كسر الحصن سد وذخر، سفن الدخيل وكسرنا بالعائلة، وحدنا والوزن في كر وفر، صرح الثمن وصروح غير مايلة.